الشباب من خلفهم من دعاة الانفصال عن إسبانيا بدأوا اليوم بالتجمهر أمام البرلمان الكتالوني، حيث سيجتمع البرلمان اليوم وقد يعلن رئيس إقليم كتالونيا عملية الانفصال الكلي عن إسبانيا في مرحلة خطيرة من تاريخ الديمقراطية في إسبانيا لم تشهدها منذ أكثر من 40 عاما. في المقابل رئيس الحكومة المركزية في مدريد قال بأن هذه الجلسة باطلة ويجب محاسبة من دعا إليها وعدم الاعتراف بأي نتيجة تظهر عنها. وكما أيضا قال رئيس الحكومة ماريانو راخوي بأنه يجب معاقبة كل شخص يدعو إلى الانفصال عن إسبانيا. رئيس حكومة الإقليم قال بأنه في حال تم الدعوة إلى الانفصال اليوم فإنه سيدعو إلى انتخابات إقليمية وبالتالي الطلاق الكلي عن إسبانيا. إذن نحن اليوم أمام مرحلة تاريخية ومفصلية في إسبانيا قد تغير خرائط أوروبا وقد تدعو الكثير من الحركات الانفصالية في أوروبا إلى الاستفتاء وإلى الانفصال عن بلدانها الأم. إذن كل هذه التفاصيل سنعرفها اليوم بعد هذه الجلسة هنا خلفي في برلمان كتالونيا، إذ صوت أكثر من 90% الأول من أكتوبر الجاري لصالح الانفصال عن إسبانيا ولصالح إعلان دولة مستقلة تسمى كتالونيا وعاصمتها برشلونة. محمد الحجي للتلفزيون العربي برشلونة. ويبقى معنا من برشلونة مفدنا إلى هناك محمد الحجي. محمد، إذن ربما الصورة وراءك هي أصدق تعبير عن حجم التشديدات الأمنية التي يشهدها إقليم كاتالونيا، لك أن تضعنا في صورة الترقب التي يعيشها الإقليم، كيف يعيش الناس هناك هذه الأثناء وقبيل ساعات من انعقاد جلسة البرلمان التي ربما قد يعلن خلالها عن انفصال الإقليم؟ تماما هشام، هي حالة من الترقب والحذر يعيشها الإقليم، إقليم كاتالونيا وإسبانيا عموما، قبيل سويعات من الاجتماع مجلس النواب البرلمان الكتالوني الذي من المتوقع أن يعلن رئيس إقليم كاتالونيا كارلس بويشدمنت استقلال الإقليم وانفصاله الكلي عن إسبانيا. المقربون من رئيس الإقليم قالوا بأن الرجل كتب خطابه البارحة، أعاده عدة مرات، كرره عدة مرات أمام مستشاريه، ولا أحد يعلم ما مضمون هذا الخطاب، هل سيعلن استقلال كامل وانفصال كامل أم هو استقلال جزئي مع بعض الصلاحيات، لا نعلم إلى حد الساعة. الجميع هنا يترقب حالة من الذهول لدى أغلب الصحفيين وحتى سكان الإقليم الذين يتساءلون ما هي فعلا هذا الانفصال. هناك الكثير من أنصار الانفصال يريدون الانفصال ويشجعون رئيس الإقليم على أن ينفصل بأسرع وقت ويعلن الطلاق الكلي والكامل عن إسبانيا. في المقابل هناك أنصار إسبانيا يقولون بأن كاتالونيا التي يحلم بها الانفصاليون ليست قابلة للحياة. أيضا في مدريد رئيس حكومة إسبانيا المركزية ماريانو راخوي المحافظ يعني ما زال مصرا على عدم التفاوض أو حتى الحديث مع الانفصاليين، يطالب دائما يوجه خطابه دائما إلى المعتدلين في الإقليم وهم الأحزاب التي تتقاسم معه بعض القيم، منها الحزب الاشتراكي الكتالوني وحزب مواطنون، وهي أحزاب هي التي دعت الأحد الماضي بالإضافة لحزب ماريانو راخوي إلى التجمهر وتجمع وحشد مليونية في شوارع برشلونة. إذن هشام، في حال وافق أو أعلن رئيس إقليم كاتالونيا اليوم الانفصال عن إسبانيا فإنه سيبدأ فورا مرحلة مهمة قد يعني تؤثر سلبا على أوروبا أو إيجابا على سكان الإقليم، لكن لا أحد يعرف. هناك مخاوف عدة أن يلجأ راخوي إلى تطبيق المادة 155 وبالتالي إنزال الجيش إلى الشارع، وهذا أمر خطير لم تشهده أبدا إسبانيا منذ بداية الديمقراطية قبل 40 سنة، وهذا مخيف أيضا لكل الدول الأوروبية التي تسعى منذ عقود إلى جمع لم شمل بعضها ضمن بوتقة موحدة تسمى الاتحاد الأوروبي. إذن هذا اليوم هشام هو يوم مهم جدا في تاريخ إسبانيا وأوروبا ويمكن العالم بانتظار قرار شخصي من رئيس إقليم كاتالونيا في الساعات القادمة. مفدنا إلى برشلونة محمد الحجي، شكرا جزيلا لك.